السلام عليكم المتقرر في القواعد أن كل ما لا يتم الحرام إلا بتركه فتركه واجب وفعله محرم فكل طريق يفضي إلى تلف النفوس والدين فهو حرام لا يجوز فعله وكل طريق يفضي إلى تلف العقول وهتك الأعراض فهو حرام لا يجوز فعله فكل طريق يوصل إلى الحرام فهو حرام والسلام عليكم